هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، هو إن الله خلق آدم على صورته. الضمير يعود إلى من؟ إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على من؟ صورة من؟ صورته. قيل صورته على صورة آدم، ولذا قال بعدها 60 ذراعا في السماء، أي طوله 60 ذراعا في السماء، هذه صورته. وقال بعضهم أول الحديث يفسر آخره، وهي قوله إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، يعني الذي تضربه لا تضرب وجهه، لأن الله خلق آدم على صورته، فيكون الضمير يعود على المضروب أو المقبح. لا تقبح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك، لأن الله خلق آدم على صورته، أي صورة إيش؟ المقبح أو المضروب. وقال أكثر أهل العلم أن الضمير يعود على الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فيكون على صورته، أي إن الله خلق آدم على صورته، أي صورة الله، وهو أقرب مذكور يعود إليه الضمير، فيقول إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله جل وعلا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن الله خلق آدم على صورة الله جل وعلا. وليس المقصود أن صورة الله تبارك وتعالى أن الإنسان يتخيل صورة لله، ولكن أنك عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، وقول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، وقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، طيب، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها ذكر صفات الله جل وعلا، قالوا إذن على صورته، أي على صورة الرحمن، له وجه، له يد، له أصابع، له قدم، له ساق سبحانه وتعالى. فهذا المقصود بقوله على صورته، أي على صورة الرحمن. الآن أيها الإخوة الأحبة، يستدل مثل هؤلاء المشبهة بحديث رواه البخاري ومسلم. نقرأ الحديث وله أكثر من رواية، ثم بعد ذلك نعلق عليه. الحديث الأول في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا إلى آخر الحديث. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر الملائكة جلوس إلى آخر الحديث الشريف. هذا الحديث، هذه اللفظة خلق الله آدم على صورته، هذا الذي يذكر الحديث وللأسف يجتزئه ولا يكمله، فإن تكملة الحديث تحل الإشكال. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الآن هذا الضمير على صورته من ناحية لغوية، الأصل والقاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الآن خلق الله آدم على صورته، أقرب مذكور إلى الضمير هو آدم، خلق الله آدم على صورته، فالموافق للقاعدة اللغوية أن صورته تعود إلى آدم. هذا أولا، هذا من ناحية لغوية، الأصل أن يرجع الضمير إلى آدم عليه السلام. ثم ما بعده، طوله 60 ذراعا. من هو الذي طوله 60 ذراعا؟ هو الذي رجع إليه الضمير على صورته، فعلى صورته آدم وطوله 60 ذراعا. ولو كان الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى لكان المعنى عند هؤلاء خلق الله آدم على صورة الله تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرة طوله 60 ذراعا، فسيكون طوله الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يقول به مسلم عاقل يعي ما يقول. فهذا ابتداء من ناحية اللغة ومن ناحية سياق الحديث، لكن المشبهة لا يكملون الحديث، لأنهم لو أكملوه لتبين المعنى لكل قارئ. هذه الرواية علق عليها الإمام الخطابي شيخ الإسلام في زمانه، إمام المحدثين، إمام الفقهاء، إمام اللغويين، إمام من أئمة أهل اللغة، له شرح على البخاري اسمه أعلام الحديث، وله شرح على سنن أبي داود له اسمه معالم السنن، وله كتب أخرى كثيرة، متوفى سنة 88 و300 للهجرة. قال في تعليقه على هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، الهاء وقعت كناية بين اسمين ظاهرين، فلم يصلح أن تصرف إلى الله عز وجل لقيام الدليل على أنه تعالى ليس بذي صورة، سبحانه ليس كمثله شيء، فكان مرجعها إلى آدم عليه السلام. طيب يسأل سائل، ما الفائدة خلق الله آدم على صورة آدم؟ ما هي الفائدة؟
انظروا إلى الفائدة. قال: والمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا، كانوا في مبدأ الخلقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل، فيولدون أطفالا وينشؤون صغارا إلى أن يكبروا فيتم طول أجسامهم. يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة، لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله 60 ذراعا. وقال يعني ذكرنا أوجه، وهذا الوجه كاف بين. نعم، الإمام ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، ذكر في هذا الحديث، قال: وقد كان في التمهيد، وقد كان مالك ينكر من حدث بمثل هذه الأحاديث، ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم التلميذ المباشر للإمام مالك، قال: سألت مالكا عمن يحدث الحديث إن الله خلق آدم على صورته، والحديث إن الله تعالى يكشف عن ساق يوم القيامة، وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد، أي نعم، وفي رواية قدمه، فأنكر ذلك إنكارا شديدا الإمام مالك، ونهى أن يحدث به أحد. قال: وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا. هذا حديث، هذه الأحاديث إذا ذكرت أمام العامة ما أدراهم بتأويل هذه الأحاديث. العلماء الراسخون في العلم هم الذين يرجع إليهم في تأويل هذه الأحاديث. العامة يغلب عليهم في كثير من الأحيان القياس، قياس الغائب على الشاهد، لكن العلماء الراسخون في العلم الذين يعني أرجع الله تعالى العامة وطلبة العلم إليهم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيخشى وقوعهم في التشبيه. قال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأن فيها حدا وصفة وتشبيها، والنجاة في ذلك الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل، إلى آخر كلام. نعم، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: فإن الله خلق آدم على صورته فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا، وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول: نؤمن بأنها حق، وأن ظاهرها غير مراد قطعا، وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها، وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم. والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء. نعم، ثم ذكر كلام الإمام المازري رحمه الله في استحالة الصورة، نعم، استحالة الصورة على الله سبحانه وتعالى. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر كلاما، نقل كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. لا أريد أن أطيل في الكلام عن هذا الحديث، ولكن أنقل كلاما جميلا للإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ذكر الحديث: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. في رواية أخرى في صحيح مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث يعني لا يكاد أحد يقول بأن المقصود على صورة الرحمن كما تزعم المشبهة، مستدلين بحديث ضعيف ضعفه أكثر المحدثين على تضعيف هذه الرواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن، كأنه كما سيأتي يعني رواها الراوي بالمعنى إن الله خلق، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. وذكروا في يعني ذكر الحافظ بن حجر وغيره في سبب ورود هذا الحديث أن هذا الإنسان كان يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، والأنبياء على وجهه، وذكر آدم عليه السلام لأنه أول من خلق على هذه الخلقة، ففيها شتم للأنبياء وتقبيح لهذه الصورة، فقال: إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، ضربا وتقبيحا، فإن هذه الصورة التي تضربها أو تقبحها هي صورة أبيك آدم،
عليه السلام. قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة في هذا الحديث: فإن الله خلق آدم على صورته. قال: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق الله آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول: ووجه من أشبه وجهك، هكذا كانوا يقولون، قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. قال: لأن وجه آدم شبيه أو شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا، هذا كلام ابن خزيمة، فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. قال: وقد رويت في نحو لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة، وذكر الرواية قال: لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، ذكرها بإسناده. قال أبو بكر بن خزيمة: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم، وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة، بل هي قول المشبهة. البعض المشبهة قال إن الله على صورة آدم، وبعضهم اختلف قال على صورة شاب أمرد، وبعضهم قال على صورة والعياذ بالله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد ورسوله، صورة شاب جعد قطط، شيء يعني لا يمكن أن يتصور أن يصدر من مسلم. أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم، قول المشبهة الذين يقولون على صورة الرحمن، أي على أن يصفون الرحمن بصورة. قال ابن خزيمة: والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح، هذه الرواية الأخيرة، الروايتان الأوليان في الصحيحين، لكن هذه الرواية اللي هي عصورة الرحمن من جهة النقل موصولا، فإن في الخبر عللا ثلاثا، إحداهن ثم ذكر العلل. قالوا: مثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، فيما يوجب العلم لو ثبت، أي نعم، ولا فيما يوجب العمل بما قد، يعني ليست المسألة عملية هكذا الخطأ فيها سائغ، هذه مسألة يقينية قطعية تريد أن تثبت صورة لله. وثبوت الصورة يا إخوان الكرام، ثبوت الصورة تعالى وتقدس عنها ربنا يلزم عليها لوازم فاسدة. الآن أيها الإخوة الأحبة، ما من صورة إلا والله قادر على خلق مثلها بعدد ذرات الكون بما لا حصر له. فلو فرض أن لله صورة تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، لو فرض ذلك لإبطال المستحيل يجوز فرضه، لو فرض ذلك، فلسائل أن يسأل: هل يقدر الله على خلق مثل هذه الصورة؟ إن قلت لا فقد عجزت ربك، حكمت عليه بالعجز تعالى وتقدس، وإن قلت نعم لم يعد الله ليس كمثل شيء، بل صار بالإمكان أن يكون كمثله كل شيء. لو أراد الله أن يخلق مثل هذه الصورة بعدد ذرات الكون، ما المانع من ذلك؟ فصار ليس كمثله شيء في الواقع، لكن بالإمكان يمكن تعالى وتقدس أن يكون كمثله كل شيء، تعالى وتقدس عن ذلك. أما على مذهب أهل السنة والجماعة المنزهين لله عن مشابهة الخلق ومن ذلك الصورة، يقولون ليس كمثل شيء، أي باستحالة، يستحيل عقلا أن يكون كمثل الله تعالى أي شيء، لأنه ليس ذا صورة، ليس ذا كيفية، ليس ذا حد، ليس ذا كمية، سبحانه وتعالى وتقدس جل جلاله وعم نواله. ثم ذكر الحافظ ابن خزيمة كلاما في هذا، قال: فمعنى هذا الخبر
عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله عز وجل صورها. ألم تسمع قول الله تعالى هذا خلق الله أي مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه. وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية، فأضاف الله تعالى الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله، إلى فأضاف الله تعالى الأرض إلى نفسه، وذكر كلاما طويلا مختصره كما قال وروح منه فنفخنا فيه من روحنا، أضاف الروح إلى نفسه لا لأنه له روح حقيقية نفخها في عيسى عليه السلام أو في آدم نفخ فيك من روحه، أي أنه نفخت فيه روح الله تعالى وتقدس، لا، وإنما هذه الروح مخلوقة خلقها الله تعالى وبعث جبريل عليه السلام لينفخها فيه عيسى عليه السلام. هكذا الصورة لو ثبت هذا الحديث ولم يثبت عند أكثر أهل الحديث، نعم، فهذه الصورة أي المخلوقة من الله سبحانه وتعالى لا أنها صفة ذات لله سبحانه وتعالى. والكلام يعني أنا أنصح الإخوة أيها الإخوة والأخوات، أنصحكم في مثل هذه المسائل أن تعودوا إلى شروح الحديث، لا تسمعوا الإنسان يقول لك جمهور أهل العلم على أن الصورة، هذا كلام فارغ، هذا كلامه هو والمشبهة. أما من أراد أن يعرف الجمهور فليرجع إلى المكتبة الشاملة ويكتب آدم على صورته، ثم يستعرض شروح الحديث بكليتها وينظر أقوال المحدثين وأقواله، ثم بعد ذلك يخرج ويخلص بحكم عامة أهل العلم من أهل الفهم من أهل السنة والجماعة إلى ما ذكرناه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة التوحيد وحقيقة التنزيه لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.